في طريق البحث عن خربة رهيبة عندما نجدها سترون الصور أنها فعلا رهيبة. الذين وصلوها أقل جدا، تمشي على غير هدى في غابات وأشواك وتجرح بواسطة الجريح، والقندول وما إلى ذلك. نأمل أن نهتدي إلى المكان وسنوافيكم بذلك بعد قليل. تعالي يا عين. يا سلام، شعور حلو تفتش ساعة بالشوك والتعب والجبال عشان تصل وتلاقي الهدف تاعك. لا طريق ولا مسار معلم ولا أي إشي، ولا حتى ذكر على الخارطة، فقط إنك تقرأ عن المكان وتيجي تستكشفه، هذا إنجاز بحد ذاته. هاي على ما يبدو بئر ماء للتجميع، وهي الدرج اللي كان ينزل عليها. فاضي في حياة هون شيء؟ هاي لا تصور هون كيت. ها روماني أو بيزنطي حاطين سلم عشان إذا الحيوانات وقعت يقدروا يطولوها فيه. زلنا نستكشف، ما لقيناش ذهب، قلنا نطلع.